وصفقات النادي الاهلي. طيب يبقى احنا كده قلنا حسام حسن سموحه على قائمه النادي الاهلي والرجل معجب بادائه ويقال انه وقع والعقد مع مستر امير توفيق. طيب الحاجه الثانيه الاهلي كان عاوز مين تاني؟ لحظه اصل انا بكتب خلاص بقى الذاكره ما عادتش كده. الراجل فرحان بصفقه طاهر محمد طاهر، فرحان بصفقه طاهر محمد طاهر، فرحان جدا بمستواه بادائه من الشرايط اللي شافها ومعجب بيه للغايه. في نفس الوقت بقى في صفقه الفيرود المهاجم مستر موسيماني الناس كلها مركزه مع سيرين، وبعض المواقع طلعت قالت لك ده وقع مع سيرين. الراجل يا اخوانا يا اساتذه يا افاضل يا محترمين وانتوا كلكم فوق راسي، مش هدفه سيرينيو، هدفه لعيب بمواصفات سيرينيو بس يبقى سنه صغير ومهاراته عاليه وما فيش مشكله يبقى من امريكا اللاتينيه، ومشغل الكشافين بتوعه على هذا الامر. قلت بقى ان هو خلص مع سيرينيو، لا ما خلصش مع سيرينيو. قلت ان هو هيجيب مهاجم اجنبي، هيجيب مهاجم اجنبي ما فيهاش هزار، هيجيب مهاجم اجنبي، لكن لسه ما خلصش مع سيرينيو ولا مع اي مهاجم اجنبي اخر. ايه الصفقه اللي خلصت يا عم ابو المعاطي؟ اجنبيه بدري بنون. وخد المعلومه دي، سالت وبحثت ودورت، بلاش سالت وبلاش بحثت دي، سالت احد المسؤولين في النادي الاهلي اليوم، قلت له بدري بنون هيجي لاعب الرجاء، هيجي لاعب الزمالك 1 نوفمبر، قال لي اه. قلت له هيسافر والله هينضم للاهلي مباشره. كنت كل مره بكلمه يقعد يرقصني ويقول لي لا لسه ما خلصتش لسه شويه. قال لي لا ده هيرجع لقراره هو، هل هو يحتاج الى السفر للراحه السلبيه وانه يقعد له اسبوع اسبوعين وبعدين ينضم للاهلي في الاستعداد للموسم الجديد؟ قال لي ما لازم تبقى في فتره راحه سلبيه له، لان احنا هنلعب كاس وهو هيحتاج راحه سلبيه. قلت له، قال لي ترجع له هو، عاوز يقعد هنا ولا يسافر ويجي؟ قلت له طب خلي بالك من كورونا وصعوبه الطيران. قال لي تتحل ان شاء الله، تتحل ان شاء الله. فهنا بدري بنون وارد انه يقعد ويكمل مع النادي الاهلي ما يسافرش. قال لي وتزيد الفرص دي لو الرجاء صعد، لو الرجاء صعد لمواجهه الاهلي في النهائي، قال لي بتزيد فرص انه يكمل مع النادي الاهلي وما يسافرش واسرته تبقى تجيل. خرجوا والزمالك تاهل، هيبقى القرار له، هيبقى القرار له. فده كلام بجيب لك من الاخر في هذا الامر، ودي صفقه خلصان. لكن سيرينيو الاهلي سايب قرار المهاجم الاجنبي لمستر بيتسو موسيمان، وقال لهم انتوا وصلتوا مع سيرينيو لكام؟ قالوا 2.5 مليون دولار لفريق سان داونز. قال لهم ماشي، هجيبه ب 1 مليون و250 الف دولار. قال لهم انا خلصه بكده، كده بشكل مباشر، يعني بشكل مباشر قال لهم انا خلصه بمليون و250 الف دولار، بس سيبوا الموضوع شويه. سيرينيو الاختيار الثاني لمستر بيتسو موسيمان. الله على السجع يا دي معاطي، ايه الحلاوه دي؟ سيرينيو الاختيار الثاني لمستر بيتسو موسيمان. ماشي يا مورا، شفت السجع؟ يلا يا عم عم. فما هوش الاختيار الاول، هو بيطمح في مهاجم صغير السن، ماشي؟ فعشان كده بقول لك ايه الحكايه. طيب هاجي بقى معاكم ابص بس على باقي صفقات الاهلي عشان نبقى خلصنا منها، لو في حاجه فكروني بيها. هاجي لك يا عم على اسامه جلال، حاضر هاجي لك على اسامه جلال، مش هخبي عليك حاجه. اسامه جلال اهو، اسامه جلال مدافع انبي وكابتن منتخب مصر الاولمبي مع كابتن شوقي غريب، موقع للاهلي ووقع مرتين على اقرار رغب، والعقود مع مستر اللهم صل على سيدنا النبي امير توفيق. لكن في نفس الوقت يعني شاري الاهلي، في نفس الوقت الاهلي عاوز مين؟ احمد بكا، واحمد بكا مخلص مع الاهلي 12 مليون واثنين لعيبه اعاره، ووارد يبقى 12 مليون وبادج الاعاره والاهلي يتحمل راتب، والاهلي يتحمل راتب. طب الاهلي بيفضل بادجي يروح فين؟ يروح وادي دجله مش البنك الاهلي. ليه؟ لان في علاقات يعني قويه بين الطرفين الاهلي ووادي دجله، رغم موقف المهندس ماجد سامي في موضوع الدوري، لكن
بيحترم الاهلي، الاهلي بيحترم ماجد سامي وبيحترم دجله لانها تجربه محترمه ورئيس نادي محترم يعبر عن فكره ورايه بكل حريه واستقلاليه واحترام للاخرين. بس هو كان ايه عند في ايام موضوع الدوري ده المهندس ماجد كان ايه سخن قوي، لكن بيبقى الاحترام بين الطرفين ويبقى التقدير بين الطرفين. طيب احمد بيكهام جاي الاهلي وغالبا بادجي رايح، وفي بقى يبقى 12 مليون مثلا او حال. فاسامه جلال تواصل معه امير مرتضى احمد منصور اللي اخوه النهارده اتكسح، وهجيب لكم التفاصيل دلوقتي في الانتخابات. اسامه كلمه قال له ما عنديش مانع، قال له ما عنديش مانع، قال له طب والاهلي؟ قال له اعتبرني فري، يعني ماليش علاقه بالاهلي، خلصوني من انبي اجي الزمالك. بقول لك يا بيه كل اللي حصل، ولعيب في السن ده يهمه بعقليته الاحترافيه يلعب للاهلي او الزمالك، ليه؟ الاضواء والشهره والنجوميه وزياده فرصه في الانضمام الى الفريق الوطني مع كابتن حسام البدر. فهنا اسامه جلال اقرب الى الزمالك بنسبه 90% 80%، او مش اقرب للزمالك، بره الاهلي عشان يبقى تعبيري صح، بره الاهلي بنسبه 80%، لكن الاقرب للاهلي بنسبه 99.9 احمد بكر. ليه؟ بيلعب مساك، بيلعب باك رايد، بيلعب قلب وسط مدافع، فهم اللي عاوزين. فكده احمد بيكهام من ضمن الصفقات اللي موجوده في النادي الاهلي مع بدري بنون وطاهر محمد طاهر نهائيا. خلاص الصفقات دي بقت موجوده في النادي الاهلي، ما تفكرش بعد اللي انا بقوله. طيب عاوز اخش في موضوع كابتن احمد فتحي. قلت لكم امبارح هنا انفرادات مش عند حد في مصر، مش عند حد في مصر، اقسم بالله ما عند حد في مصر، ولا حد في مصر قالها قبلي. لكن خلاص فكره انفرادات بالجمله دي وان احنا سابقين كل الناس بيوم واثنين وثلاثه واربعه حتى في اهم صفقه، صفقه موسيماني، اصبحت خلاص جمهور النادي الاهلي وجماهير الزمالك المحترمه عارفين ان انكل ابو المعاطي اخباره محل ثقه ومحل احترام وتقدير، وده اكبر فضل ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليا بيه ثقة الجماهير اللي انا بتعامل معاه. صلى على النبي. ما قلنا بقى خش بقى باللايك ما قلت لك ولتر بواليا وانا ما قلتوش، قلت لك معروض على النادي الاهلي ونادر ممكن ما قلتوش صح، والله انا عارف انا قلته. عموما ماشي، ولتر بواليا مهاجم نادي الجونه، عقد شركه 11 بتاعت نادر شوقي بتنتهي. ولتر بواليا نادر شوقي عرضه على مستر امير توفيق مدير التعاقدات، قال له ماشي هعرضه على مستر موسيمان. القرار لمستر موسيمان هل يجيبه ولا يجيب فيرود من بره؟ لان خلاص بادجي ماشي وجيرالدو قبل بدري بنون، بجيب لك من الاخر. طب الثلاثه التانيين الراجل مش عاوز يمشي فيهم حد، لا معلول ولا العالمي اليو ديانج ولا الرايق بادجي جونيور اجايين، بجيب لك من الاخر. وكيل البلايلي عرضه، عاوز اكلمك في البلايلي، يعني البلايلي لا يتناسب، خد بقى الكلام المفاجئ، مع ثقافه والتزام وانضباط لاعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي صرف عنه ناظر، النادي الاهلي صرف عنه ناظر. ما تزعلش مني، ما تزعلش مني، انا بقول لك الحقيقه. لما اقول لك خبر زي ده ما تقوليش نفسي فيه، اقول لك ليه الاهلي صرف عنه ناظر. يوسف البلايلي ما عندوش الانضباط السلوكي خارج الملعب، وعنده بعض العادات في ثقافته التي لا تتوافق مع النادي الاهلي. سالم من اوغندا اهلا بك يا سالم. مش عاوز افسر ولا اشرح لان ده لعيب كبير، احسن لاعب في افريقيا ولعيب مهاري وعظيم، لكن لا يتناسب مع الانضباط والالتزام اللي موجود في مدرسه النادي الاهلي. بجيب لك من الاخر، انا لو شايف ان الاهلي بيفكر فيه وممكن يخلص فيه اقول لك يجي، لكن الاهلي مش هيدفع المبالغ الماليه الخياليه على لاعب لا يشعر معه بالامان في اي وقت يسافر ما يرجعش، او في اي وقت يلاقيه سهران في المكان الفلاني او بيتعشى في المكان العلاني وحاجات بالشكل ده. فالاهلي مش حريص على التعاقد مع يوسف البلاي، او خدها مني بقى خارج حسابات الاهلي، خارج حسابات الاهلي، المقص بيتباع
والإعلان مفترض يوم الاثنين بكرة. قالوا لي ما أقولش والله إنه هيتباع لسيتي بانك لسيتي كلوب. هم قالوا لي ما أقولش دلوقتي، فأنا مش هقول إنه هيتباع لسيتي كلوب، يعني مش هقول إنه هيتباع لسيتي كلوب ويبقى نادي عظيم وبيتفقوا مع مدرب كبير جدا 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 عشان إخواتي وحبايبي في سيتي كلوب ما يزعلوش. قلت لهم الكلام ده من كام يوم، قالوا لا مش عايزين نقول دلوقتي. فأنا مش هقول لكم دلوقتي إنه هيتباع لسيتي كلوب، خلوها لما هم يعلنوا أقول لكم إنه هو اتباع لسيتي كلوب، وهيعملوا فيه طفرة كبيرة جدا 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 جدا. وده الاستثمار، لما بتعمل شركة بهذا المستوى وبهذه الشخصيات المحترمة المعلنة وغير المعلنة وغير المعلنة اللي واقفة وراهم تقالات وفكر رهيب، فكر رهيب ما أقولكوش، ما أقولكوش على رقم واحد في الشخصيات غير المعلنة، ما شاء الله تبارك الله بسمع عنه كلام شعري يعني. لكن من الشخصيات المعلنة والرئيس التنفيذي الأستاذ محمد كامل، اللي هو برزنتيشن اتفط اتفط بعد ما سابه، اتفط ما بقتش، او انا كمان ما بقتش احس بانها يعني متوهجه ومتلقلقه وكلام من ده زي ما كان موجود محمد كامل. مش معنى كده ان انا بنتقدها ولا حاجه، لا لا، كلها شركات وطنيه محترمه ولها دورها الوطني العظيم في رعايه كره القدم. لكن مع محمد كامل كانت منوره اكتر، ما اعرفش ليه. ما محمد كامل ده برضو مصيبه سود، بيحط ايده في التراب يبقى ده.